قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا. فمن أكثر ذكر الله حيي قلبه بالله ولله، وقرت عينه به، وسكنت نفسه إليه، واستأنس بقربه، وتنعم بحبه. يا أخوان، لذة القرب من الله لا تعدلها لذة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والقرب يورث الأنس، والأنس يورث الحب. فإذا رسخ قلبه في ذلك، في ذكر الله، فتح له مشهد القرب والمعية، فيشهده سبحانه معه غير غائب عنه، قريبا غير بعيد، مع كونه فوق سماواته على عرشه، بائنا من خلقه، قائما بالصنع والتدبير والخلق والأمر. فيحصل له مع التعظيم والإجلال الأنس بهذه الصفة، فيأنس بالله بعد أن كان مستوحشا، ويقوى به بعد أن كان ضعيفا، ويفرح به بعد أن كان حزينا، ويجد بعد أن كان فاقدا. أطيب الحياة على الإطلاق حياة القلب، أطيب الحياة على الإطلاق حياة القلب، حياة قلب هذا العبد، فإنه محب محبوب. شو رأيك تصير أنت؟ الله بيحبك، أنت تحبه وهو يحبك، متقرب إلى ربه وربه قريب منه، قد صار له حبيبه لفرط استيلائه على قلبه ولهجه بذكره، بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله. فإن سمع سمع بالله، وإن أبصر أبصر بالله، وإن بطش بطش بالله، وإن مشى مشى بالله. ومن فتح له باب الذكر فقد فتح له باب الدخول على الله. نيالكم يا أخوان، إذا شيء أخ الله بيفتح عليه بالذكر، فيصير الذكر حبيبه، ويصير الذكر أنيسه. بس يفتح لك باب الذكر معناته فتح لك باب الدخول عليه. فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل، يجد عنده ما يريد. فإن وجد ربه وجد كل شيء، وإن فاته ربه فاته كل شيء. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.